طيب نبدأ بسم الله. محاورتنا اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن السيلابس، نناقش بعض الأمور في السيلابس، ماتيريال رح نعطيها بالكورس، الريسورسز and so forth. بعد هيك رح نشوف one or two videos ونبلش نتحدث في الانترودكشن شوي. أنا كنت نزلت لكم الانترودكشن بس تابعوني على السلايدات أهم شيء. بعرفش يعني في طلاب بحبوا يسجلوا ملاحظات يدوية، أنا نزلتها في حال إنه حدا حب يعملها print out. راح تلاحظوا إنه البرنت أوت في الانترودكشن أو في السلايدات شوي كوندنسد، يعني مقلل عدد الصفحات وضاغط المعلومات شوي عشان نخفف عنكم الطباعة والحمل والشغلات للناس اللي بحبوا يقروا. بس بإمكانكم بكل سهولة تنزلوهم تحطوا عليهم ملاحظات، كل اللي بحب يكتب يدوياً أو على الكمبيوتر اللي بحب يكتب ديجيتال. طيب بالنسبة للسيلابس كورسنا الوايرلس نتوركس 441، وزي ما حكينا المرة الماضية prerequisites أو only one prerequisite للكورس اللي هو fundamental computer networks كورس النتوركس. وطبعا زي ما انتم عارفين زي ما حكينا المره الماضيه برضو انه البريكويزيت للنتوركس هو الداتا كوميونيكيشن. وصحيح انه الداتا كوميونيكيشن رجع باكد انه مور امبورتنت بريكويزيت للكورس تبع الوايرلس زي الكمبيوتر نتوركس ويمكن اكثر شوي. فهو الكورس تبعنا بيعتمد على هذول الكورسين بالتحديد او اكثر شيء. طبعا بعض الشغلات اللي تعلمناها في السيجنالز وفي الالكتريك سيركتس وشغلات هاي رح تمر بعض المفاهيم، شيء طبيعي هذه كلياتها بيسكس فيزكس يعني. بس بهمني مفاهيم الداتا كوميونيكيشن والكمبيوتر نتوركس هذول تكونوا متمكنين منهم كويس حتى ما تواجهوا مشكله بفهم الكونسبتس تبعت الوايرلس نتوركس. طبعا رح يكون تواصلنا عن طريق الكورس ويب سايت اللي هو الموقع الجديد هو learn.ejust.org. الان حاليا عندنا ثلاث شعب، شعبتين معي وشعبي مع الدكتور عبد الله بطاني، عبد الله معايطه، وموضوع الكوردينيشن مش مشكله كبيره ان شاء الله. رح نتعاون كالعادي بس على الاغلب رح اكون انا الكوردينيتر. هاي معلوماتي بس يمكن الفيزيكال لوكيشنز الان ما عادش الاهميه عشان ما في دوام بالجامعه كثير. بس بجميع الاحوال كان كنت واصل معي عن طريق الايميل زي ما حكيت لكم المره الماضيه، انا في العادي على الايميل all the time وفي العادي برد بسرعه يعني الا اذا في ظرف. بأي وقت بدكم إذا حدا عنده أي مشكلة أو عنده أي أسئلة بإمكانه يسألهم على الإيميل، أو ممكن عن طريق الإيميل أنسق أنا وياه أو وياه، أو إذا في مجموعة ممكن نسق سبريت زوم سيشن أو بأي طريقة نتواصل نحكي مع بعض. الفصل الماضي كنت أعمل زوم سيشنز مع الطلاب اللي عندهم أسئلة معينة. بشكل عام بهذا الكورس زي ما برضو لمحت المرة الماضية رح يكون تغطيتنا ل البيسك وايرلس كونسبتس أو البيسك كونسبتس الوايرلس نتوركس. ما رح نستطيع ندخل بتفاصيل كثيرة، بعض الشغلات ندخل فيها بتفاصيل، بس الهدف من هذا الكورس نغطي مفاهيم الوايرلس نتوركس بشكل عام حتى تكتمل الصورة بالنسبة لكم comprehensive knowledge على موضوع النتوركس. في عندنا كورسات ادفانسد في الوايرلس زي الوايرلس سكيورتي والوايرلس بروتوكولز. بيسكلي هدول مكملات. احنا في هذا الكورس بنغطي كل البيسكس. يمكن زي ما يمكن حكى واحد من زملائكم الفصل المحاضر الماضي بتوقع عبد الله انه الكورس هذا شوي انتنسيف، يعني كميه المعلومات كبيره. لو كان في مجال في الخطه نخليه على كورسين بيكون كثير ممتاز، بس ما تمكن لغايه الان. يعني بكل سهوله بنحط على مساقين منفصلات.
بس لأنه الإمكانية الآن لكورس واحد بيسك في الوايرلس، فبنضطر نغطي معظم المواضيع هاي بدون ما ندخل كثير في الديب ديتيلز. المواضيع كثير يعني فعليا إذا ما ندخل بالديتيلز المواضيع كثير كبيرة وتغطى على مالتيبل كورسز، مواضيعها مختلفة. بس على الأقل إحنا المصطلح اللي بستخدمه دائما اللي هو محو الأمية، يعني تطلع من هذا الكورس عندك محو أمية في الوايرلس نتوركس، تستطيع تبني عليها أي شيء بدك إياه، تستطيع تأخذ أي مشروع أو أي كونسبت أدفانس كونسبت وتبني على هاي النولج. رايحين نغطي بشكل عام يعني كاتيجورايزيشن عام اللي راح نغطي الوايرلس بيرسونال اريا نتوركس، الوايرلس فهم اللي هي الكاتيجوريز للنتورك اللي تذكر المره الماضيه صار شويه حديث انه الفرق ما بين وايرد والوايرلس، هي نفس الكاتيجوريز الموجوده في الوايرد نتوركس بس مضاف عليها كلمه وايرلس اساسا الفيزيكال والماك سبلاير both are wireless technologies based on wireless technologies. ففي عنا الوايرلس بان personal area network والوايرلس لان local area network والوايرلس وان اللي هي وايد اريا نتورك. طبعا في الوايرلس مان بس ما تتعرق لهاش كثير يعني نحكي عنه شوي. رح نتحدث عن الفيزيكال لاير ستاندرد والميديوم اكسس كنترول. مينلي شغلنا في هذا الكورس رح يكون على الماك سبلاير اللي هي الابر سبلاير من الداتا لينك لاير، عفوا اللور سبلاير من الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير. فشغلنا كله رح يكون في هذول التو لايرز مينلي. جزء صغير من الكورس رح يكون على النتورك لاير، وبعدين رح تحدث بشكل عام على تأثير الوايرلس على الأبر لايرز، لأنه فعليا أي نتورك في الأبر لايرز من أي نتورك ما بتهتم كثير شو أنت بتستخدم بالفيزيكال والماك سبلايرز. تمام، مثال على ذلك استخدم اللابتوب على سبيل المثال، سواء شبكته إيثرنت ولا شبكته موبايل داتا ولا شبكته واي فاي، الابلكيشنز الويب براوزنج بتاثر فعليا، بتاثر راح نشوف بتاثر لدرجه قليله بس does not care about يعني ما بيهتمش ايش كيف انت بتشبك. راح نتحدث عن building and securing the wireless LAN، راح يكون جزء كويس من الكورس تبعنا على الوايرلس LAN اللي هو الحديث عن الـ IEEE standards 802.11 family بنسميهم، اللي هو family of standards اللي عائلة الستاندردز اللي خاصة بالوايرلس نتوركس. تمام، وآخر شيء في آخر chapter 5 mainly chapter 4 له 4 parts، هذول كلهم عن الوايرلس لان، هذول بيأخذوا زي ما حكينا الحصة الأكبر من الكورس. في chapter 5 رح نتحدث عن الوايد اريا الوايرلس وايد اريا نتورك اللي هي سيلولار نتوركس والموبايل نتوركس. تمام، chapter 3 بالمقابل رح يكون بلشنا نتحدث عن chapters نزل شوي تحت في الكورس رح نتحدث عن شوف وين حاطه بالكورس كونتنتس. رح نشوف انه 1 and 2 عباره عن introduction عن الوايرلس موبايل نتوركس وتعريفات وكاركترستكس الوايرلس نتوركس والانجينيرنج بروبلمز والحلول تبعتها، هاي يعني مقدمه طويله شوي بس مهمه بشابتر 1 وشوي بشابتر 2. شابتر 2 جزء منه رح يكون سيلف ستدي، رح اغطي جزء منه واتركه انتم تدرسوا الباقي. لأني لاحظت الطلاب بيملوا لأنه فيه حكي كثير بس نسبياً سهل، بس الكونسبتس اللي فيه بتوقع أنه مفيد جداً للناس يعني تطالعها. الـ chapter 3 منغطي فيه اللي هو introduction to RF transmission and propagation اللي أنا بسميه math and physics للوايرلس نتوركس. راح نغطي فيه الرياضيات والفيزياء اللي بيتعلقوا في موضوع الوايرلس. جزء منها احنا غطيناه في الـ Data Communication زي الـ Decibel والتحويلات ما بين الـ Watt Scale والـ Decibel Scale، ورح نتحدث عن الـ Signal Propagation شو اللي بيحصل لما Signal، كيف الـ Signal بتطلع من الأنتنة ولما تطلع من الأنتنة كيف بتنتشر في الـ Medium وشو التأثيرات عليها، وبعض المواضيع اللي ناقشناها المرة الماضية اللي هي تتعلق في Transmit Power واللوسز
والريسبشن والقصص هاي كلها. فهذا chapter 3. في chapter 4 اللي هو مكون من 4 parts بنغطي الاركيتكشن اوبريشن اوف ذا وايرلس اند تكنولوجيز. راح يكون شغلنا في الواي فاي اللي احنا مختصرها واي فاي اللي هي الواي اسلام. واخر شيء زي ما حكينا تحدث في الموبايل اند سيلر نتوركس في chapter 5 اللي هي mainly الوايرلس وايرلس. هاي تقريبا تقسيمه الكورس. ففي عندنا 3 main chapters غير الانترودكشن، هذول هم فيهم ال bulk of the of the course. بالنسبة للreferences كنت المرة الماضية حدا منكم ذكر وكان في حتى سؤال على الموضوع اليوم، إنه إحنا الكورس بالطريقة اللي أنا صممتها صراحة ما كنتش لغاية اليوم ما وجدت كتاب مناسب، يعني بعدني ببحث، يعني حتى عم براجع الآن كتاب وجدته مش كثير حديث بس برضو بيغطيهاش بالطريقة اللي احنا بنغطيها. زي ما حكيت لكم لانه عندنا كورس واحد في الوايرلس في التخصص تبعنا، اضطريت اني انا ادمج مفاهيم من اكثر من جهة، فصعب جدا، يعني صعب جدا تجد المفاهيم هاي كلياتها موجودة في كتاب واحد بشكل عام، موزع على مجموعة من الكتب وجزء منها حتى يعني جزء ما تجده بكتب، في جزء منها أنا جبته من خلال خبرتي العملية في الشغل في هذا المجال في أمريكا، في جزء منها يعني جابوا من بعض الدوكيمنتس اللي إحنا كنا كتبناها من خلال المشاريع اللي اشتغلناها أوائل أيام الوايرلس نتوركس الحديثة اللي هو الوايرلس لان والبلوتوث والقصص هاي. ففعليا ما عندناش one single textbook يغطي هذا الكورس، عندنا مجموعة تكست بوكس موجودة وفيها مواضيع مختلفة، بعضها يعني نفس الموضوع ممكن تجدوا فيه أكثر من كتاب، بس راح أخبركم كل موضوع من وين، يعني من وين تقرأوه إذا كان في له مصدر، حتى لو ما فيش له مصدر مباشر لو عملتوا سيرش على أي واحدة من هاي المواضيع اللي هنغطيها راح تجدوا tons of resources، يعني راح تجدوا كتير مقالات، كتير white papers، كتير كتب حتى سلايدز بهذا الموضوع. بس ان شاء الله راح اغطي يعني السلايدات والمحاضره راح تغطي المواضيع بشكل كافي انكم تفهموه كويس، بس في مراجع. المرجع الاول الموجود امامكم اللي هو موبايل كوميونيكيشن باي جوش شيلر، هذا يستخدم كتكست بوك في كثير كورسات في الوايرلس، لكن في اكثر في الكوميونيكيشن سايد، يعني بتجد انه جماعه الكهرباء بيستخدموه اكثر شيء، فبعض المفاهيم موجوده فيه مش كل شيء. في العادي كورسات الكهرباء بتغطي الكوميونيكيشن، بتغطي جزء من الفيزيكال لاير، ما بتكونش كافي بالنسبه لنا. كتب النتوركس والديتا كوم اللي احنا استخدمناهم في كورسات النتوركس والديتا كوم اللي هو كتاب توب داون ابروتش فيتشرينج انترنت لكيرسن روس، طبعا 6 اديشن 7 اديشن حسب شو الاديشن موجود عندكم، في تشابتر واحد على الاقل تشابتر 6 في كتب الكمبيوتر نتوركس تبع كيرسن روس اللي درسناه في كورس النتوركس، بيغطي الوايرلس والموبايل نتوركس، طبعا ما بيغطي كل شيء لكن بيغطي جزء كويس، وانا يعني راح اورجيكم انا ماخذ جزء كويس من اجزاء من السلايدات ماخوذه من كورس او من كتاب الكمبيوتر نتوركس. برضه كتاب الداتا كوميونيكيشن والنتوركينج لبروس فرزان اللي بيستخدمه في كورس النتوركس داتا كوم، أنا هون لسه حاط الفورث إديشن، بس أي إديشن تفرقش بالنهاية وما بيعدلوا، بس في تشابتر أو اثنين إذا أنا بتذكر لأنه تشابترز قصيرة في كتاب الديتاكوم بيتحدث عن الوايرلس والموبايل نتوركس، برضو أنا ماخذ منه أجزاء وراح تشوفوا راح تميزوا الصور والمعلومات، بس أنا منسقها بطريقة إنه ما تفرقش معك وسلايدات بتغطيها كويس. في كمان كتاب معتمد كثير عندي الكهرباء وايرلس كوميونيكيشن نتوركس لويليام ستالينجز، بغض النظر شو الفيرجن، برضو بيتحدث عن موضوع الوايرلس كوميونيكيشن نتوركس لكن من وجهه نظر الكوميونيكيشن اكثر منها النتوركينج اللي بيتم احنا. فهي المراجع كلها موجوده، الطلاب دائما بيحيرونا ان حطينا كتاب بيحكوا لك ما لناش وقت نقرا والكتاب معقد ومن الكلام هذا، ولما ما نحطش تكست بوك بصير يقول لك ليش فيش تكست بوك، فبصراحه الواحد احتار كيف بده يرضي كل الناس. بس بشكل عام يعني انتم الان
senior almost senior students مفروض انه عندكم القدره يعني for self study for self searching انك تدور على topics وتعطيها هاي skills مهمه جدا للانجينيرز فضروري جدا المعلومات اذا احتجت تتوسع فيها انت يعني اكثر من اللي انا حاطه في السلايدات وراح اغطي لك اياه ما بتحتاجش للكورس هذا بس في ناس بيحبوا يتوسع في ناس بيحبوا الفيل بيحبوا يشتغلوا فيه مشاريع بيحبوا مثلا يعملوا مشروع التخرج مستقبلا بيحبوا يتخصصوا فيه ما في مشكلة المعلومات موجودة التفاصيل موجودة more advanced topics موجودة وأنا بساعد عندي كتب كثير يعني صحيح إنه السلايدات اللي راح تستخدمها هون أنا مجمعها يعني الكورس ماتيريال مجمعها من ما لا يقل عن 12 ل15 كتاب كتب هاي كلها موجودة عندي أخذت أجزاء منها حاولت أجمعها بطريقة تكون مفيدة لكم عمليا فأنا حاول يعني كان التركيز أني أنتقي المواضيع اللي شفتها من خلال خبرتي العملية أنه مفيدة لك بالفيلد تمام من theoretical basis وأمور more practical أوكي. فكل الكتب هاي بتتحدث عن الوايرلس نتوركس بطريقة أو بأخرى أو بطرق مختلفة بإمكانكم ترجعوا لها وترجع لأي كتب ثانية وتتعمق في أي مجال لكن أكثر من اللي موجود في السلايدات والإكسرسايز راح أعطيكم إياهم ما تحتاج في هذا الكورس والحمد لله يعني الفيدباك اللي بيجاني خلال السنوات الطويلة يعني بلشت أعطي هذا الكورس أيام هندسة الحاسوب يعني بنحكي تقريبا قبل 13 سنة أو شيء زي هيك الفيدباك كان كثير ممتاز من الطلاب اللي أخذ الكورس هذا ونزلوا على الفيلد. طبعاً الآن الكورس صار يتعزز بلاب الوايرلس. لاب الوايرلس الحمد لله يعني جهزنا بشكل كثير ممتاز وجبنا إكوبمنت كثير كويس. وهين عم لسه عم يعني نحدث فيه كل مرة قدر الإمكان. راح يعطيك شوية hands on experience للشغلات اللي بتدرسها في المادة النظرية وبتطبقها في المختبر. تعمل testing experiments. تأخذ الفيل على الشغلات اللي إحنا ندرسها مرات الواحد بتخيلش الشغلة إلا ما يجربها بيده هاي الفرصة اللي بتعطيني يعني الواحد أسلام إن شاء الله تأخذوا الفصل الجاي أي سؤال so far كان في سؤال على موضوع الريفرنسز مين اللي سأل شو متذكر اللي ساعدنا أكتر وضحت تمام تمام طيب ممتاز كثير طيب ما في أي أسئلة أخرى؟ طيب أكمل بالنسبة للأسسمنت بوليسي اللي هي توزيعة العلامات وكيف رح نقيمكم في هذا الكورس ارتقينا يعني to take it easy ونمشي بالrecommendations تبعات الجامعة والوزارة في موضوع التقييم فرح يكون عندنا one midterm exam في نص الفصل وهذا يتحدد من خلال الكالندر تبعت الجامعة بس تقريبا بيكون حوالين الأسبوع السابع أو الثامن لسه الكالندر ما نزلت حسب يعني حدا شاف الكالندر نزلت اللي هي التقويم الجامعي الجديد بعد التعديلات دكتور بعده ما بين شيء بعده ما بين أنا هذا اللي من يعني آخر شيء موجود نقوش شيء قبل يومين فشيء مؤسف إنه بعدنا ما بعده مش موجود بس يعني ظروف الآن عم تحكم الناس كثير مع القبولات والشغلات في القبول والتسجيل ومع تعديل الدوام تأخيره أسبوعين يمكن شوي تخربط الأمور لأنه هذا الحكي بينعكس له ريبل إيفكت على بقية السنة الدراسية فيعني الله يعينهم الزملاء في القبول والتسجيل فترة ضغط كبير يمكن عشان هيك ما لحقوا يطلعوا بس بشكل عام بذكركم إنه بعد 10 دقائق بينتهي الجزء الأول من الميتينج عشان نرجع مرة تانية إن شاء الله الأسبوع القادم نخلص من هذه القصة على الرو فيرجن اللي أخذناها ما حبيتش أخاطر اليوم لأني بعد ما جربتها فاليوم بعينكم الله من نعمل كونكشن كمان مرة تمام فراح يكون عندنا ميدترم إكزام 30% حوالي الأسبوع السابع أو الثامن يعني بنص الفصل حسب الجدول اللي بينزل راح يكون عندنا فاينل اكزام عليه 50% واللي فهمته انه الفاينل اكزام راح يكون في الجامعه
الميد تيرم اكزام مش متاكد، كانه كل الامتحانات في الجامعه ولا انا غلطان هيك؟ صراحه الواحد صار يخربط دكتور ويسمع قصص. هذا عنده علم لحد الان؟ اه دكتور، بس برضه حسب الحاله يعني هو باي. صحيح، هذا اخر اخر كلام حكوا انه المحاضرات اونلاين لكن الامتحانات في الجامعه. راح نشوف ايش بصير. ده كمان عندنا حكومه جديده ووزاره جديده، الله اعلم شو بيطلعوا لنا قصص الان. ما تبقى اللي هم 20% راح يكونوا كويزز اند هوم ورك اساينمنتس. راح نشوف كيف، بحكي مع الدكتور عبد الله ونقرر ايش الافضل. يعني على الاغلب راح يكون في يعني يمكن 3-4 كويزات، او يمكن اعطيكم انا كنت اخر فتره بعطي اساينمنتس، بعطي هوم ورك اساينمنت عمليه، يعني شغلات اكسبيرمنتال تعملوها في البيت. ممكن هيك او ما بعرف اذا الظرف كثير بيساعد، بس راح يكون في عندنا سورت اوف يعني ما بين كويزز واساينمنتس ممكن 4-5 بمجموعهم. فعندك 20 علامه، يعني يو هاف تو بي اتنشن انه كل واحده منهم راح تساوي تقريبا 4 أو 5 علامات، فما بتستطيع تهمل اي وحده منهم، تكونوا فيري كيرفول. ماشي، تعتمدوش بس على امتحان الميد تيرم والفاينل اكزام، لازم تشتغلوا خلال الكورس حتى ترسخوا المعلومات وتدرسوا اول باول، وهذا الهدف منها. لذلك راح نوزع الشغل هذا خلال الفصل حتى تضلكم تابعين. يعني كل وحده من هاي الكويزز او الشورت اكزامز راح تاخذ 4 أو 5 علامات. ف يعني بصراحة اللود تبعها كويس اللي يخليكم تتابعوا بشكل كبير. هاي بالنسبة للعلامات، أي سؤال؟ طيب احنا مش يعني مش راح احكي أكثر من هيك كثير، بس يعني بشكل سريع احنا الأوبجيكتيفز هذا الكورس، ايش أهداف التعليمية للكورس؟ learning the concept terminology and applications of the wireless and mobile networks. هاي مهم جدا نتعرف على الكونسبتس، نكون فاهمين كل كونسبت في الموضوع هذا شو معناه. terminology اللي هي المصطلحات، ومصطلحات زي ما ركزت المره الماضيه جدا مهمه، يعني لازم اكون عارف المصطلحات المستخدمه بالفيلد وشو معانيها والاختصارات وما الى ذلك. هذا بيجي بالتدريب. فدائما انا يعني بركز انه لما بدك تسال سؤال، لما بدك تحكي في موضوع، استخدم المصطلحات، استخدمش تعبيرات خاصة فيه، لأنه هذا الحكي بفيد كاش كثير بالفيل. فأنا رح أعمل جهدي إنه المصطلحات والاختصارات اللي موجودة ضل يعني ضلني أرددها عشان يتعود عليها. تمام، وهيك في الفيلد. يعني أنا بذكر أول مرة اشتغلت بشركة اتصالات، أول شغل لي كان في شركة سبرينت في أمريكا، تغلبت كثير في البداية لأنها كلها مصطلحات وكلها مختصرات. أخذت مني شوية وقت لكن بالنهاية تعودت عليها، وصارت الحديث صار أسلس وأسهل مع الناس، لأنه لما تحكوا كأنها يعني لانجوج خاصة. وهاي شغلات تعرف اللانجوج بدها ممارسة، بس هاي شغلات مهمة، لأنه بدك تصير تحكي شغلات بتفاصيلها وتحكي الكلمة تحط الوصف كامل بتخلصش وانت تحكي مع في المواضيع التكنيكية. فمهم جدا الترمينولوجي تكون والاختصارات تكون معروفة. كمان الابليكيشنز مهم جدا نعرف الوايرلس والموبايل نتوركس ليش انعملت وين استخداماتها وشو اهميتها. هذا الحكي ان شاء الله رح نبلش فيه اليوم بالموتيفيشن الفيديو والانتروكشن. learn the basic concepts of radio wave transmission and propagation. زي ما حكينا هاي الماث والفيزيكس chapter 3، رح نشوف ايش هي اساسيات الراديو ويف ترانسميشن بروباجيشن عشان ترسل معلومات through wireless signal. شو بتحتاج، شو حد الأدنى من المعلومات اللي بتحتاجها عن تحرك الراديو ويف في الميديوم في الأتموسفير، وكيف إنها توصل وكيف تستقبل وما إلى ذلك. بعض الشغلات هاي درسناها شوي في السيجنالز في الداتا كوميونيكيشن، بس موضوع الراديو ويف ما كثير تطرقنا له، فرح يكون تركيزنا في تشابتر 3 على هذا الموضوع الجزء الأول من الكورس. بعدين understand the challenges of wireless and mobile networks. راح نشوف إيش هي التحديات اللي واجهت وبتواجه هذا النوع من networks. أربعة understand the basic architecture components and services of existing wireless LAN and mobile protocols and technologies. راح نتحدث عن the architecture والcomponents والapplications تبعات the existing protocols
اهم اكزيستنج بروتوكول اللي هو الواي فاي اللي بنستخدمه بشكل يومي. حنشوف الديفرنت تايبس اوف بروتوكولز within the wireless LAN family في الاي تريبل اي راح نتحدث عنها, وفي الموبايل نتورك راح نتحدث عن الجي اس ام والديفرنت تكنولوجيز للموبايل نتورك. مره ثانيه راح تكون الحد الادنى من المعلومات اللي بتحتاجه حتى تفهم الكونسبت سايد بشكل. رح تلاحظوا انه في هذا الكور زي ما حكيت لكم ما دخل ديب في التفاصيل, على الاقل في الماثماتيكال ديتيلز, لانه ما بنخلص اذا دخلنا فيها. لذلك انا حاولت اخذ ال practical aspects من كل المواضيع, يعني خلاصه الموضوع. عندنا الماثماتيكال والفيزيكال باك جراوند بنعرفه, نشوف شو الاساس اللي انعملت عليه الفكره او الثيوري, بعدين كيف نطبقها. يعني ما دخلت بتفاصيل كيف نشتقها رياضيا وكيف نثبت هاي ونثبت شرك, لا, كان التركيز اكثر على كيف انا بدي اطبقها عمليا بالفيلد, وهذا اللي بيهمكم انتم ككمبيوتر انجينير. تمام. اعتماد راح يكون على المحاضره كثير. نصيحتي الشخصيه ما تضيعوا محاضره, المحاضرات كثير مهمه لانه بتوضح الامور بشكل كويس. راح تكون المحاضرات انتراكتيف كثير, يعني راح احاول يعني احافظ على المزايا اللي كنت دائما احطها في المحاضرات اللي هو التفاعل المباشر معكم, واخذ اسئلتكم واعطيكم كيس ستاديز من الحياه العمليه وشويه اكسرسايز تشتغلوها خلال المحاضره. تمام. بس بدها متابعه, ضروري جدا جدا تتابعوا محاضره بمحاضره. نصيحتي لا تاجلوا, لانه راح تشوفوا انه كل شيء بيعتمد على اللي قبله. راح ضلني احكي لكم حكينا كذا في الكورس السابق او في المحاضره السابقه, فكل شيء تراكم. وضروري جدا زي ما حكيت لكم المره الماضيه تراجعوا الداتاكم والنتوركس, اي مفاهيم عندكم مش مكتمله او عندكم مشكله فيها ضروري جدا خلال اليومين, يعني خلال هذا الاسبوع والويكند تكونوا غطيتوها, على اساس لما تبلش تدخل بالتفاصيل ما تشعروا انه في عندكم جابس في النولج. ليرنينج اوتكمز بتراجعوهم, صعب الآن أحكي عنهم لأنه ما دخلناش, بس يعني ما دخلنا بالتفاصيل, بس هدول هم learning outcomes اللي لازم نطلع فيهم من هذا الكورس. تمام. أياتهم اللي هو تقريبا أنا غطيتهم من خلال حديثي, بس هون more specific لأنه في النهاية راح نقيم الكورس هذا من خلال هاي الـ outcomes. تمام. تفضل عدنان. عدنان فات إيدك دكتور. بالنسبة لداتاكم يعني راجع أي مواضيع بالضبط يعني؟ نصيحتي تراجعها بشكل عام مواضيع الشابتر 3. شوف شابتر 3 اللي هو السيجنالز, بس بذكركم بعد دقيقة وشوي راح ينتهي السيشن هاي. مواضيع السيجنالز اللي في شابتر 3 مهمة جدا. المواضيع ال شابتر 4 مش كثير مهم, لانه شابتر 4 خاص بالوايرد بالوايرنج اللي هو البيس باند ترانسميشن, لما يكون عندك سلك مباشر زي الايثرنت هذا ما راح نتطرق له, بس مهم جدا انكم تكونوا فاهمين الكونسبت. يعني هذا شيء برجع لكم, بس انا بالنسبه للكورس هذا شابتر 3 مهم. شابتر 5 اللي هو الموديوليشن, الشيفت كيينج بالضبط, الموديوليشن بشكل عام سواء انالوج والديجيتال مهمات. يعني هذول موضوع تحميل المعلومات على باند باس. تمام. على الباند باس كثير مهم ان شاء الله. تمام. المالتيبلكسنج شابتر 6, مثلا شابتر 3 5 و 6 مهمات جدا. الميديا مهمه شابتر 7, يعني تقريبا كل الكورس للناس اللي دخلوا راح ينتهي السيشن الان ونبدا سيشن جديد على نفس اللينك خلال اقل من دقيقه. شابتر 7 مهم, الميديا راح نتحدث عن فيزيكال بارت. تمام. مين اللي هدول؟ بعرفش ايش بعد. الايرور كنترول يعني شابتر 10 نتطرق له شوي, ماشي, افهموا